لقاء الخضر ضد توغو سيحمل نقاطا مهمة قبل الكان. اللقاء الودي الذي سيلعب غدا سيكون اختبارا للجاهزية أولا، ثم بداية لضبط معالم التشكيل التي سيبدأ بها بالماضي كان الكوديفوار أمام منتخب أنغولا. المحاربون سيكونون حذرين خلال اللقاء الودي، خاصة فيما يتعلق بقضية التخوف من الإصابات التي قد تخلط الحسابات، خاصة بعدما حصل لأمين غويري، إذ أن بالماضي لا يريد مفاجآت أخرى، خاصة بخصوص الأسماء المحورية التي لن تكون سهلة التعويض في مسابقة قوية تحتاج إلى النفس الطويل. فهل ستمر ودية توغو بردا وسلاما على المحاربين؟ طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.